أهلا بكم مشاهدينا في حلقة حواريه جديده من بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف النائب نديم نجميل عضو كتله الكتائب اللبنانيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك سعاده النائب. بعد يومين ذكرى اغتيال بشير جميل 37، اليوم نحن بال 2019، شو هي هيك كبدايه لهذه الحلقه، شو هي المحاكاه يلي ممكن تحكيها لبيك في هذا الظرف؟ ما بدنا يعني في بدنا كلام واقعي، يعني اذا جاز التعبير كلام واقعي ما في، لانه اليوم اذا بدك تحكي واقعي بدك تحكي عن الوضع السياسي الحالي. ولكن اكيد يعني اليوم اذا بدي اوجه له كلام لبشير، انه يمكن بالزمانات كبرنا على العاطفه، على المحبه، على انه اوكي بشير هو أعظم رجال إجا على الدولة اللبنانية، هو رجل كبير، هو رجل مبادئ إلى ما هنالك. ولكن صراحة يلي بيعزيك بعد 37 سنة، أو يلي هيك بترجع بتاخد معنويات فيه، ويلي بترجع بترفع راسك فيه، هو بعد 37 سنة العالم مشتاقة أكتر لبشير، مشتاقة أكتر لنضاله، متعلقة فيه أكتر، عم بتفتش على شخص مثله. وبعد هلا بتقول لك رزق الله ايام بشير. فانا بالنسبه لي حتى لو منه كلام واقعي، ولكن هو كلام عاطفي، بس بالنهايه هذا الكلام العاطفي شعور كثير 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 من اللبنانيين، جزء جزء منهم مسيحيين صحيح، ولكن بعد يلي بخليك تفتخر اكثر هو انه بعد 37 سنه المسلمين فهموا أهمية دور بشير، وفهموا قديش بشير كان جاي مش من باب سلطة ومش من باب تصفية حسابات، ولكن كان جاي ليبني وطن لكل اللبنانيين. وهيدا الشيء اللي أنا برأيي كانت شرارة ثورة الأرز وشرارة الوحدة الوطنية اللي تمت بال 2005، ويلي يمكن لليوم بعد في موجة كتير كبيرة مستمرة. طبعا عم تحكي الأساس عن هذه، أنه بعد 37 سنة هيدي تعزية، انه ما لقينا يعني بعدنا نازلين، هيدا عامل ايجابي ام عامل سلبي على الصعيد الوطني؟ هو بنفس الوقت بفتكر انه شغله ايجابيه، لانه بشير عم ياخذ حقه اليوم اكثر من ما كان اخذ حقه بالماضي، مش بس ب 82، من 88 وبال 90 وبال 2000 وحتى بال 2005 بشير بلش ياخذ حقه اكثر واكثر. ولكن اكيد من ناحيه اخرى هذا امر سلبي جدا، لانه اليوم مش 2005، امبارح صار في مشكل بينك وبين احد نواب حزب الله على قضيه بشير الجميل. هلا هذا الموضوع، هذا موضوع ما عم بحكي عن هذا الموضوع بالتحديد، هذا موضوع خلافي اكثر. انا عم بحكي اليوم يعني هلا برجع على هذا الموضوع اذا بدك، بس عم بحكي بالمطلق. عم بعطي مثل. طيب بس بوقتها اذا بدنا نحكي، وهيدا اللي قلت له اياه بالمجلس، اذا بدنا نحكي بوقتها النواب الشيعه هن باكثريتهم صوتوا لبشير. كامل اسعد هو اللي اصر انه تبقى الجلسه ويكون في تداول بالسلطه ويتم انتخاب بشير. الشعب اذا بدك الشعب الشيعي بوقتها كان هو مبسوط بمجيء بشير جميل، ما كان في الحاله اللي موجوده اليوم اللي اسمها الوضع الايراني ووضع اليد الايرانيه على الشعب الشيعي بلبنان، ما كانت موجوده هيدي الواقعه. اليوم لانه ما عم نتنافس، انا برايي اليوم المشكله منا مع الطائفه الشيعيه بلبنان، المشكله هي على احتلال القرار الشيعي من قبل الثورة الإيرانية أو الثورة الإسلامية في إيران. هيدي المشكلة، هذا موضوع آخر، حبيت تفتح الباب. بس إنه أنا اليوم بعتبر إنه نحن بشير بحد ذاته يلي عم بقول لك اللي بيعزيني بمكان معين، هو بشير عم يرجع ياخذ حقه أمام الشعب اللبناني، وبشير عم قضيته عم ترجع تاخذ حقها. طيب قضيته يعني نحن عم نحكي عن غير طوائف، ما بدي احكي كثير وهو يستحق لا شك، لكن الكثير من المسيحيين اخطاوا بحق بشير اكثر من غير ناس، ان كان على الصعيد القضيه، ان كان على صعيد النظره، ان كان على صعيد المسيحيين. كثير من المسيحيين اخطاوا بالاساس بحق حالهم، بحق القضيه، بحق لبنان، قبل ما نحكي بحق بشير. انا برايي
الرسمه هيدي يلي كان بجسد بمكان معين كل الوجدان المسيحي. هلا كتار الناس اخطاوا بحق بشير، ايه يمكن في ناس اخطاوا بحق بشير، بس انا برايي في كثير ناس اخطاوا كمان بحق الوطن. يعني بحق بعد 37 سنه بتعتبر انه بشير جميل اخذ حقه اليوم؟ بشير جميل عم ياخذ حقه، ايه بشير جميل للاسف بعد 37 مين سنه. مين عم يلعب دور انه بشير الجميل ياخذ حق؟ الاحداث لا الخاطئه، القرارات الخاطئه، جزء منها جزء منها الاشخاص، وجزء منها الاشخاص عدم تعبئه الفراغ. يعني من بعد بشير ب 37 سنه، من 92 من 82 لليوم، ما بعرف اذا اجى حدا قدر يعبي هيدا الفراغ، والعالم بعد اليوم بتشتاق لبشير وبتحكيك عن بشير بالذات. فهيدي شغله كل القيادات المسيحيه برأيي الحاليه والسابقه صار في كتير ما قدرت تعبد فراغ بشير الجميل، ما قدرت تعبد فراغ بشير الجميل، وما قدرت تعبد المصلحه العامه اللي كان بشير الجميل عم بفتش عليها. اي للاسف صار في كتير مصالح شخصيه، صار في كتير صراعات سلطه، صار في كتير صراعات ما كانت بتمد بصله لخدمه القضيه اللبنانيه اللي كان بشير عم بحافظ عليها. يعني حتى اذا اليوم بدي روح على ما كان في صراع سلطه ايام بشير الجميل، كان في يمكن مش صراع سلطه، صار في يمكن صراع، بس هيدا الصراع ما كان صراع سلطه. يعني رح اخذ مثلا ورح اروح دغري على المباشر، اذا اليوم بدنا نحكي عن 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 7 تموز او عن العمليه اللي صارت بين الكتاب والاحرار بوقتها لتوحيد البندقيه، حتى هاي ومظبوط انه كان في اذا بدك نوع من صراع، بس حتى هاي بشير ما عملها من باب سلطوي. بشير كان اصلا مسيطر على كل المنطقه المسيحيه، بشير كان اصلا حاكم اذا بدك المنطقه المسيحيه، فما كان اصلا بحاجه ل 7 تموز. 7 تموز كانت جزء من فرض الهيبه يا على 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 الاراضي اللبنانيه ليقدر اليوم يخدم القضيه تبعه يلي هي كانت قضيه لبنان، قضيه المجتمع، قضيه الحريه والديمقراطيه في البلد. ولكن اليوم اللي عم نشوفه انه حتى يمكن من زمان وجر عم نشوف انه الصراع هو فقط صراع على السلطه، صراع مين بيوصل، مين بيعمل رئيس جمهوريه اما لا، مين بيعمل وزير اما لا، مين بيعمل مختار اما لا. بشير ما كان عنده هيدي الحسابات، بشير ان عمل رئيس جمهوريه اما لا ما كان بهمه يعمل، ما كان بهمه المنصب، ما كان بهمه يعمل رئيس جمهوريه اما لا. رئيس الجمهوريه كان بالنسبه له وسيله ليقدر يوصل القضيه اللي هو كان يحلم فيها، اللي هو لبنان حر، لبنان امن، لبنان مزدهر، لبنان يقدر يكون كل اللبنانيين في عايشين بمساواه. كل رئيس جمهوريه بيعتبر انه في معركته للوصول إلى رئاسة جمهورية أو إلى أي سلطة ما عنده شعارات، ما رح يقول أنه أنا عندي سباق مع السلطة بكل العهود. اليوم في اليوم في ليش يعني ليش في اليوم بالنيابة ليش في ناس بيخسروا وناس بيربحوا؟ ليش في ناس بيقنعوا القعدة تبعهم أو لا؟ اليوم في ناس بتعرفهم أنه جايين هول مصلحجية، جايين ياخذوا أصوات العالم للبريستيج تبعهم ليحطوا رقم زرقاء وليصيروا يتفنتزوا قدام العالم وإلى ما هنالك. وفي ناس لا، في ناس بيسحبوا بيستمدوا من ثقة الشعب، وأكثر من هيك بيعرفوا أنه جايين يخدموا، جايين مش ناطرين البريستيج. هيدي صارت مسؤولية، بطلت مع عملية وجاهة. اليوم للأسف اللي عم نشوفه أنه في كتير عملية وجاهة، وفي كتير عملية استفادة، استفادة مادية واستفادة سلطة واستفادة أباهيات واستفادة حتى إلغاء الآخرين. طيب خلينا نروح إلى محور آخر، انطلاقا من الأحداث الأخيرة يلي صارت بسوريا بجنوب لبنان، كلام السيد حسن نصر الله عن لا خطوط حمر مع إسرائيل، صار في هذا التوازن في القوى، لكننا ما زلنا نلتزم بالقرار 1701. يقول أن اللبنانيين استعجلوا، اعتبروا أنه 1701 خلص بمنظار حزب الله. طلع السيد حسن نصر الله كذب هذا الموضوع، ونحن جزء من السلطة ونحن جزء من هذه الحكومة التي تعترف وتلتزم بال 1701. اليوم أنا برأيي خلينا نبلش بالكلام سيد حسن نصر الله الأخير يلي هلا قلته. أنا برأيي حسن نصر الله منه جزء من السلطة. السيد حسن نصر الله وحزب الله اليوم هن السلطة بحد ذاتها، والقرار محتكر عندهم، والقرار صار محصور بقرار حزب الله بالقرار السلم والحرب.
اليوم من الواضح يعني حزب الله هو الذي يحتكر هو الذي يحتكر هو سوري عفوا انا ما صلحني هو اللي بيحتكر اليوم القرار السلم والحرب هو اللي بيحتكر اليوم قرار الدولة اللبنانية هو اللي بيحتكر قرار سيادة لبنان اليوم ماني شايف انا انه الدولة اللبنانية هي كانت ارادت او بكل ارادتها تنزل وتعمل اللي صار بجنوب اليوم اللي عمله حزب الله عمله بطريقة استفزازية لكل الشعور اللبنانية والكلام الأصعب يلي ليش استفزاز كل الشعور اللبناني لأنه يعني في شارع في كثير شوارع في لبنان بيعتبروا أنه ما صار يعني من 2006 واللي صار اليوم هو أعاد للبنان هيبته وسطوته خليني على الشارع الإسرائيلي والسلطة الإسرائيلية أولا مش هيدي المعادلة اليوم المعادلة اليوم أنه في حزب إيراني مسلح بعناصر لبنانية عم بحارب بسوريا انضرب بسوريا وانقصف بسوريا واستلجب الرد على استلجب الرد بداخل لبناني ودخل لبنان بهيدا الصراع اليوم القصف يلي صار وعلى حسن نصر الله بوضوح الرد هو على القصف يلي صار وعلى مقتل العناصر تبع حزب الله بسوريا استاذ نادين فيني بدي اخذ تصريح الوزير سليم جريساتي رئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين غاب عنهم السادة وائل أبو فعور وجمال الجراح وجميل جبق تداول مجلس الوزراء ببنود جدول الأعمال وأقر معظمها وأبرزها أولا التعيينات تعيين القاضي سهيل عبود رئيسا أولا لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى تعيين القاضي غسان عويدات نائبا عاما تمييزيا تعيين القاضي فادي الياس رئيسا لمجلس شورى الدولي تعيين القاضي رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل تعيين القاضي جويل فواز رئيسة لهيئة التشريع والاستشارات تعيين القاضي محمد بدران رئيسا لديوان المحاسبة تعيين القضاة جمال محمود وخالد عكاري وإنعام بستاني ونيلي أبي يونس وبسام وهبي ومروان عبود وعبد الرحمن ناصر وزينب حمود رؤساء غرف في ديوان المحاسبة تعيين القاضي ريتا غنطوس رئيسة للهيئة العليا للتأديب ثانيا تشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة تمهيدا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها تفعيلا أو دمجا أو إلغاء برئاسة دولة الرئيس الحريري وعضوية الوزراء غسان حصباني نائب رئيس مجلس الوزراء علي حسن خليل سليم جريساتي جمال الجراح وائل أبو فعور ماي شدياق ثالثا تشكيل لجنة برئاسة وزيرة التنمية الإدارية لوضع تصور لإنجاز التوصيف الوظيفي في إطار هيكلة الإدارة وتطويرها رابعا تكليف مجلس الإنماء والإعمار وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للخصخصة إعداد دراسة أولية لتحديث مشروع لينور وعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنه خامسا أخذ مجلس الوزراء علما بفوز المرشح عن المقعد النيابي الشاغر في سور حسن محمد علي عز الدين بالتزكية سادسا وافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن سابعا وافق مجلس الوزراء على التدابير الواجب اتخاذها من قبل وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية وشكرا معنا في مشكلة على الياس خوري
ما كانه ما في اي شيء. كيف رجع صار حقيقه؟ خلينا نشرح شغلي. الاليه الدستوريه لتعيين القضاه معروفه، وزير العدل يقترح، مجلس الوزراء يصوت بماده 65 من الدستور بالثلثين. هالامر حصل بالاجماع لمعظم او لجميع القضاه. صار في تحفظ لوزراء القوات اللبنانيه على اسم من دون ذكر الاسباب، وتم تجاوز طبعا التحفظ لانه القرار اتخذ وفق الاليه والاكثريه الدستوريه. نعم. إذا مشاهدينا كنا مع مقررات مجلس الوزراء الذي أقر التعيينات القضائية. شو رأيك ببعض الأسماء؟ صراحة ما بعرفهم كلهم، ما بقدر أحكم هلأ على البارد يعني، ولكن أو على هيك بردة فعل سريعة. ولكن إذا فيني أقول شغلة، هي إنه الشغلة اللي كنا عم نطالب فيها من زمان، اليوم من الضروري انه السلطه القضائيه تكون مستقله كليا وكامل استقلاليه من القرار السياسي وخاصه من الحكومه، وهذا اساسا مبدا دستوري انه فصل السلطات بين السلطه التجريئيه الاجرائيه والسلطه القضائيه. واليوم للاسف التعيينات اللي عم بتتم قضائيا هي تعيينات سياسيه، يعني ما بدي احكم على اي قاضي او على اي اسم من الاسماء يلي انوجدوا، ولكن اليوم بالشكل اليوم يطلع تعيينات من هيدا النوع من وزير بس الآلية بتقول هيك، الوزير يرشح ومجلس الوزراء. اليوم صار في، نحن قدمنا عدة مرات وتناقشنا بهيدا الموضوع انه يكون في فصل كامل بين السلطة الإجرائية والسلطة القضائية، ويصير في تعيين القضاة من قبل مجلس القضاء الأعلى وليس من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل الحكومة. إن شاء الله بعهد الرئيس سهيل عبود بيصير في هيدا المعروف باستقلاليته. إن شاء الله نحن اليوم عم نطالب بهيدا الشيء من زمان. للأسف بعده اليوم، بعدها هي نرجع على موضوع السلطة. اليوم المطلوب هي اليوم اللي عم نشوفه أو الممارسة هي انه عم نجي دائما محل بنحكي بشعارات كثير حلوه انه بدنا الديمقراطيه بدنا كذا، وقت بنوصل على التنفيذ بنشوف انه بنرجع بنسحب كل السلطه وبنحطها بين ايدينا. اليوم انا لو كنت محل رئيس الجمهوريه، اول شغله كنت بعملها هي ارسال الى مجلس النيابه قانون فصل التعيينات القضائيه من قبل المجلس اليوم الوزراء. في قانون يمكن يعني في مشروع قانون يعني عم يشتغل عليه بلجنه الاداره والعزل، حكي عنه صرنا زمان عم نشغل عليه إيه؟ ولكن الاداء يلي فرجونا اياه من 6-7 اشهر لليوم بطريقه التعيين وطريقه الحكي اللي بيحكوا عنها عن القضاة، وهيدا قاضي لإلي ولا هيدا قاضي لإلك ولا هيدا قاضي بيجي لهون لانه من عينه فليتين، وهيدا هيك هيدا هي انه هيدا القاضي لإلي، وانا اليوم عندي ملف بمجلس الشورى حط لي هيدا القاضي، بس تمرق هيدا الملف بكره بفل بيطلع على التقاعد بركب لك تبعك نرجع بنبعث الملف. هيدي الطريقه والاسلوب يلي معتمد، هيدي اسلوب خطا من الاساس. اليوم اذا فعلا كان بدها هيدا الشيء، اذا مزبوط كان بدنا هيك، ما كنا عايزين قانون، كنا قلنا له اليوم لجان فهد رئيس مجلس القضاء الاعلى السابق يعني بوقتها، رئيس تفضل عملنا تشكيلة ونحن بنوافق عليها مثل ما هي مثل ما بتجي من عندكم. بس للأسف حولنا هذا الملف أيضا إلى ملف سلطة وإلى ملف تأثير سياسي وإلى ملف سياسي بامتياز. بس في تشكيك اليوم بنزاهة بعض القضاة، يعني في نيونس خلينا نحكي عنه. ايه طيب. وحكي عنه اليوم والشغل منا سر، يعني في قضاة توقفوا عن العمل استفادي. هول القضاة أكتريتهم مسياسين أو أكتريتهم عدليين؟ خليني أقول يعني اليوم تيقدروا يعملوا يلي كانوا عم بيعملوه، ما كانوا أخدين خطة سياسي ويلي ما كنا قادرين نشيلهم أو يلي ما كانوا قادرين يشيلون بوقتها من ورا شو، لأنه كان مجلس القضاء هو حميهم أو كان في سياسيين حميينهم؟ هيدي المشكلة. خلينا نرجع على أساس المشكل دايما ونعالجه. المشكل اليوم بيتعالج لما بيصير في فصل بين السياسة والقضاء. طيب كنا عم نحكي عن احتكار حزب الله للسلطة السياسية. نعم. كل السلطة السياسية، كل السلطة أو السياسية. قرار السلم والحرب. لا كل السلطة السياسية اليوم في مبالغة بهذه المقاربة، محطوطة تحت سلطة ووطئة حزب الله. اليوم كنت عم بقول لك الرد يلي صار
رد صار على قصف سوري، على قصف إسرائيلي بسوريا. نعم. وليس وقال السيد حسن نصر الله كذا مرة وليس على موضوع الدرون يلي ضرب الدرون رجعوا ردوا عليه بإسقاط. هيدا غير موضوع، عم بحكي عن الضربة الكبيرة. طيب هيدا الأمر شو عشو بدل؟ هيدا أولا عم بدل أنه اليوم عم بيربطوا مصير سوريا بلبنان، واليوم أنه حتى بهيدا الموضوع مستعد يفوت لبنان بأزمة طويلة عريضة كرمال تا يرد على موضوع سوريا. يعني اليوم الانتهاك يلي صار، اذا عم بحكي بالكلام يلي قاله السيد حسن نصر الله، الانتهاك يلي صار ما صار على سياده لبنان، هو ما كان عم برد على انتهاك سياده لبنان، هو كان عم برد على اغتيال عنصرين من حزب الله اختيلوا بسوريا. شو معناتها هيدي؟ هي هيدي اليوم هي ردة على شو اسمه، على انتهاك سيادة لبنان؟ لا، قال بالكلام الأخير أنه مع القوى الشيطانية لا حياد، نحن كلنا ساحة واحدة في مواجهة إسرائيل. إذا هو بيعتبر إذا هو بيعتبرها جبهة واحدة بين فلسطين والعراق واليمن وسوريا ولبنان، يستفيل ويعمل اللي بده إياه. أنا اليوم بعتبر حالي اليوم بلد سيد حر مستقل، وبعتبر إنه الكيان اللبناني كيان مستقل عن كل هيدي جبهة الممانعة اللي هو بيحكيني عنها. أنا ما إلي دخل ولا بالجبهة الشعبية ولا بالنظام السوري ولا بالنظام العراقي ولا بالمقاومة بفلسطين ولا بالشيء اللي عم بيحصل باليمن، ما إلي دخل بولا واحدة من هول. أنا اليوم بدي لبنان يكون سيد حر مستقل ومزدهر، وباليوم بالطريقة اللي عم بيتصرف فيها حسن نصر الله وحزب الله عم بيضرب كل الاقتصاد اللبناني، عم بيضرب توازن القوى الداخلية قبل ما يضرب توازن القوى الخارجية، عم بيضرب الاستثمارات في لبنان، عم بيضرب السياحة في لبنان، عم بيضرب لي كل عم بيضرب لي القطاع المصرفي، عم بيضرب لي كل شيء لحزب الله. لأنه هو بيتحمل، لأنه هو بيتحمل، هو بيتحمل في لبنان هي التي أدت إلى ما أدت. في سياسات خاطئة بلبنان مزبوط، وفي خلل بالسياسات بلبنان مزبوط، ولكن التحمل الأساسي لكل هيدي العقبات هو موضوع سلاح غير شرعي عم بيتصرف وعم بيوضع قبطه على الدولة اللبنانية وعلى القرار اللبناني أكثر فأكثر. واليوم وصلنا لحل ما بق لوضع ما بق ممكن نتحمله أبدا. اليوم مش مقبول اللي صار، ولا بربط لبنان بولي الفقيه الإيراني، ولا ربط لبنان بعلي الخامنئي، ولا ربط لبنان بالصراع الإقليمي، ولا ربط لبنان بمحور المقاومة. بده هو يروح يحارب مع المقاومة ومع جبهة الاعتراض سميها اللي بدك بفلسطين وبسوريا، يروح يعمل اللي بده إياه، بس ما يدخل لبنان بهذا الموضوع. بس قرار السلطة السياسية شو انحكى؟ يعني وين الحكومة اليوم؟ يعني شو أولاً يعني دكتور سمير جعجع وجه له الرئيس الجمهوري ولا الرئيس الحريري، شو رأيكم بهيدا الموضوع؟ هيدا رأي أولاً أم واقع؟ أولاً ممنوع للسلطة السياسية وخاصة لمجلس الدفاع الأعلى يعمل أي تغطية لأي سلاح غير شرعي. والبيان يلي صدر من مجلس الدفاع الأعلى كان بيان يعطي تغطية كاملة لسلاح حزب الله ولقيامه بأي عملية بده يقوم فيها بجنوب. بأي معنى؟ قال المجلس أنه يحق للبنان الدفاع بكل الوسائل المشروعة، يحق للبنان وللمقاومة تبعه ولشعبه، بلا قال لشعبه ولكل الوسائل. ايه طيب شو معناتها؟ شو عم بيوحي يعني المجلس الدفاع الأعلى هون؟ عم بعدين أنه شو هون؟ شو أنا ما سمعت إنه حتى بكافة الوسائل المشروعة عطى إيحاء واضح، إذا فسرت إنه هذا عمل للمقاومة عطى إيحاء واضح، وأصلاً ولا انتقد ولا حط ولا ضبط ولا حتى أي إثار للرد. أساساً الدولة اللبنانية ما كانت معنية بهيدا الرد يلي صار. الدولة اللبنانية ما كانت معنية، كان عم برد على قصف سوريا. ثانياً إذا كان هالقد بده يرد على قصف سوريا، وكنا بدنا نعمل معادلة مضبوطة مثل ما هو كان عم بيقول إنه اليوم ردينا معادلة الرعب، طب كان قبل قليل يروح له شي عنصرين من الإسرائيليين، أو عنصر واحد، أو يا خي 3 جرحى. بدك تقلي كمان إنه ما كان عارف إنه ما كان في حدا بالسيارة
وبدك تقلي كمان انه محل ما يقصف السياره ما كان بيقدر يقصف البنايه اللي بعيده 50 متر عنا، ويمكن يعترفوا انه كان في عناصر بقلب الاليه. انا ما بعد لهلا مع اساس هيدي كانت عمليه هوليووديه، وعلى اساس كانت هيدي هربوا ورجعوا رجعوا على حدود 5 كيلومتر وما كان في حدا، ما هو طلع اعترف بهيدي العمليه. هو سيد حسن نصر الله امبارح كان عم بيقول انه هيدي عمليه هوليووديه، وكانوا هن اصلا عملوا خط دفاع بعد 5 كيلومتر من الحدود. طب اذا هالقد كانوا عاملين خط دفاع 5 كيلومتر، وانت كنت عم بتهددنا من فتره انه رح يفوت يحتل مش الجولان، رح يفوت يحتل المنطقه هنيك، ليش ما فتح احتليتها؟ اذا هالقد هن خايفين منك وهربوا، وانت كنت عم بتهدد انه بدهم يفوتوا، بدك تفوت تحتل الاراضي الاسرائيليه او عفوا الفلسطينيه المحتله، ليش ما رحت احتليتها اذا هن كانوا خايفين وفلين؟ وشايفهم اكيد شايفهم انه فلوا، مش انه فجاه تبين انه فلين. ما كان صار لهم فتره حاطين دوما، وفي صار لهم فتره غايبين عن الوجود، ليش ما فات احتل اذا هالقد بده يعمل معادله، وإذا هالقد بده يعمل عملية معادلة رعب، وإذا هالقد خايفين الإسرائيلية فهجوم يلا استفيد منه. هيدا كله بفرجي بدل على شغلتين. اولا بدل على عدم جدية بالعملية، ومش بس على عدم جدية، على خطورة العملية بكل هيدا الشيء اللي عم بيصير بدون اي معادلة مضبوطة. وثانيا هيدا بفرجي انه بمحل معين يمكن يعني هي رح نتركها لوقت اخر. شو هي؟ لا مش احسن ما احسن ما تنفهم غلط. طيب بركي بتقليها بعد البريك. بعد البريك. مشاهدين بريك قصير ونعود لمتابعة بريك اليوم. اهلا بكم مشاهدينا في متابعة لهذه الحلقة من بيروت اليوم. ضيفي نديم الجميل النائب في كتلة الكتائب اللبنانية. حكينا عن كلام السيد حسن نصر الله الأخير، خلينا شوي نفوت على الأمور السياسية. صار عندنا ورقة اقتصادية مالية طرحت في مجلس الوزراء برعاية رئيس الجمهورية، مش بمجلس الوزراء يعني، كان فيها القوى السياسية. لأنه كنت رح صحح لك. لأنه المشكلة صارت أنه اليوم بالبلد صار كله رديف، كله مؤسسات رديفة. من طاولة الحوار حتى اليوم؟ ما طاولة الحوار شو هي؟ طاولة الحوار كان هدفها شغلة وحيدة، موضوع سلاح حزب الله واستراتيجية الدفاعية. تحولوها لطاولة حوار عن كل شيء. اليوم شو بتفرق اليوم انه نعمل ندعي كل القوى السياسيه ورؤساء القتال، رؤساء الاحزاب حتى مش رؤساء القتال، لحضور اجتماع وفي عندنا مجلس وزراء كل هيدي الكتل ممثله فيها؟ انه هل اليوم وزراء القوات بيفهموا اقل يعني بده يعطي غطاء سياسي للورقه التي طرحها رئيس الجمهوريه؟ الغطاء السياسي اصلا بياخده بمجلس الوزراء. ثانيا غطاء سياسي بمجلس مجلس الوزراء اولا، طيب بعدين بترجع بتروح على مجلس النواب. ثانيا هيدي بعدين الورقه السياسيه بدها اصلا تتوافق من قبل مجلس الوزراء. وثالثا شو مين فيها هيدي الكانت هيدي الطاوله غير حزب الكتائب مشارك فيها منه بالحكومه؟ كلهم موجودين بقلب الحكومه. انه اليوم طيب صار عظيم. اليوم صاروا رؤساء الكتل ورؤساء الاحزاب بطلوا بيفهموا، او يمكن عفوا بيفهموا اكثر من الوزراء تبعهم يلي موجودين بالحكومه، مش مزبوط. ثالثا والاهم انه صارت يعني شو عم بتقلي اليوم؟ عم بتقلي انه اليوم صار في حكومه بنبعث ممثلين عليها وبيبلعطوا فيها، ونهار اللي فيه قرارات جديه بنرجع على رؤساء الكتل، مثل كانه صار في شيء اسمه مجلس شيوخ او مجلس، حتى يا ريت مجلس شيوخ، مجلس زعماء هن بيقرروا مصير البلد. لا، في مؤسسات دستوريه، في دستور، في لكن هودي في حوكمة رؤساء كتل، يعني صاروا كتل يعني ممثلي الشعب. هودي منه لا مش ضروري ممثل رئيس كتلة نيابية. هيدا رئيس كتلة نيابية. برجع بقول لك ما كانوا رؤساء كتل نيابية، كانوا رؤساء أحزاب موجودين فوق اللي اندعوا هن رؤساء الأحزاب، مش رؤساء الكتل النيابية أبدا، تنكون واضحين. ثانيا
شو معناتها؟ معناتها انه اليوم سمير جعجع، بعطي مثلا انه مع حفظ الالقاب لانه هلا اصلا لغيوا الالقاب، انه سمير جعجع يعني اليوم ما بيعمل وزير لانه هو اكبر من وزير، نهار لاعب حاجه له بيروحوا بيدعوا له على طاوله حوار. نفس الشيء لجبران باسيل، هو يمكن بكره ما يعمل وزير، خلص صارت الوزاره شيء كثير شيء بسيط، بكره انه نهار في قرار جدي بده يتاخذ على الطاوله بنروح بنقعد على هيدي الطاوله. نفس الشيء لشو عرفني مين ما بدك، طيب الحريري وما طب بالنهايه توافقوا على ورقه، توافقوا على ورقة تعتبر ورقة إصلاحية. أولاً كان في خبراء هن وضعوا لهذه الورقة. ما بعرف قديش في جدية، قديش في جدية بموافقة على ورقة مثل هاي تبحث وترسل، ترسل وتبحث للمرة الأولى بظرف ساعتين ونص. ورقة اقتصادية أوقات بتاخد أشهر لتنعمل، أسابيع لتنعمل، بتنحط أمام رؤساء الكتل أو رؤساء الأحزاب. بس هيدي الورقة مش هني حطوها، هيدي في خبراء اقتصاديين بغض النظر سعانا بهم رئيس الجمهورية، بغض النظر اجوا عرضوها على رؤساء الكتل، تفضلوا اعطونا موافقتكم. طيب وهيدي ما كانت موافقتهم بظرف قد ايه؟ ظرف أربع ساعات. أربع ساعات، هل أربع ساعات ما هي مطالبة الجميع؟ يا أخي إذا مطالبة الجميع شو بدك فيه؟ شو بدك تعمل اجتماع مثل هيدا؟ إذا مطالبة الجميع شو بدك؟ طب وإذا جبتوا كرمال الصورة شو بدك فيهم؟ طب نديم الجميل قدم ورقة. أنا ما قدمت ورقة. باردون سامي الجميل قدم ورقة. قدم لا خمسة حزب الكتائب. قدم لأن هيدي كنا بحسينا من زمان. أوكي طيب. طيب. حتى أنا يعني حتى لمحل محل هلا نحن عم نختلف على الشكل المضمون. لا أخي أنا حتى ما هو الشكل بيرف المضمون ناتج من الشكل. انه اليوم انت شو عم تعطي رساله ان كان للبلدان للاجهزه الاجهزه الرقابيه الخارجيه، خلينا نحكي بمضمونه، ان كان للشعب ان كان لوين ما كان، انه انا اليوم الاقتصاد بعمل ورقه ما بوزعها بيجي بجيبها على الطاوله بظرف ثلاث ساعات وبنعرف ثلاث ساعات شو هن، ثلاث ساعات بتوها ويلا خلينا نمشي، وخاصه انه هول اجراءات كثير قاسيه على الشعب. هيدي الورقه بعد لليوم الشعب منه واعي تماما او منه حاسس مزبوط قديش هيدي الورقه رح تضرب له اقتصاده، رح تضرب له حياته المعيشيه، رح تضرب له امكانيه طريقه لا. حياته لا. اليوم هذه الورقه قدمت اصلاحات، ما قدمت اصلاحات، قدمت ضرائب وشويه اصلاحات. طيب في اصلاحات، اصلاحات شو ما شفناه هون بالكهرباء، ما شفناه هون، شفنا المؤسسات، شفنا اليوم اول الغيث تشكيل لجنه استفادي لدراسه موضوع المؤسسات والادارات، يعني يا دمجه يا الغائها كثير منيح، وطلبوا من الوزيره ماشي ضياء تصور للتوصيف الوظيفي، هيدي ما كنا نشوفها قبل، ما شفناها يعني هيدا اصلاح اداري، ما شفناها هاي بسلسله الرتب والرواتب وانه بدنا نعمل اصلاحات وبدنا نشيل وبدنا كانت، ما شفناها بالموازنه تبع 2018، ما شفناها بالموازنه تبع 2019، وين هن الاصلاحات؟ وين هن؟ واليوم عم بيجوا يحكونا باصلاحات. طيب وزير المال عم بيقول ما في ضرائب، ليش نحن عم نحكي عن ضرائب؟ اللي شفناه لانه واضحين باللحن موجودين بالورقه، شفنا اليوم انه قديش وقت يحكوا بالاصلاحات، الاصلاحات هن بيتنفذوا بعد وقت طويل، بعد امر الله يفرجها، وموضوع الضرائب وموضوع اللي بدق بالشعب وانه كيف بدهم مصاري دغري بياخذون. المشكله اليوم رح اكون كثير صريح معك، اليوم المشكله بسيطه، في سلطه سياسيه تما سمي حدا، في سلطه سياسيه عم تسرق مال الشعب. لا مش عم تسرق كلهم لانه كلهم مشكونين، في سلطة سياسية عم تسرق مال الشعب عبر الضرائب، عبر القروض بالمصارف، عبر شو ما بدك، عم تاخذ هيدي المصاري تستفيد هي، تمول شعبها، تمول جامعتها بتوظيفات، بخدمات، بسرقات، بتهريب، باللي بدك اياه، بتمول جامعتها، بترجع بتتدين من المصارف يلي بيكونوا المواطنين حاطين مصرياتهم فيها، وهيدي وهلوا ما جرى. هيدي هي اليوم يلي بده يجي اليوم يوقف الهدر والسرقه، بده يوقف هاي، بده يطلع يقول بمحل معين شبعنا سرقه، شبعنا نعبي جيبنا، بدنا نوقف كل هيدا الشيء، بده يبلش بعمليه التوظيف، بده يبلش بعمليه التوظيف. عندنا مشكله بالتوظيف، عندنا مشكله بالتوظيف، بعد لا بعدهم لا عم ببعدهم عم بيوظفوا، شو شوف اليوم قدام في ناس عم بتوظف، مين عم بيوظف؟ شوف قصه كميه الموظفين يلي موجودين اليوم بالدوله، هيدي بدنا نبلش نعالجها، بدنا نبلش نعالج اليوم المصاريف الجلجقه يلي عنا اياها بالدوله، هيدي كلها موجوده اليوم، اذا هيدي ما لنا مستعدين نعالجها في مشكله.
الجيش ما بياكل، بس بالمقابل نحن بنعمل صفقات وبنشوف شو بيطلع لنا منه. هيدا هو البلد، عايش على هيك. شو المطلوب اليوم؟ مطلوب اليوم يكون في وعي وطني مزبوط، وعي دولة مزبوط، وعي انه اليوم في دولة، في مؤسسات بدنا نحترمها. نهار يلي ما بنحترمها لانه في سلاح ما قادرين نعرف شو بدنا نعمل فيه، فما بنحترم الدولة وما بنحترم قرار السيادة والاستقلال تبعها. كل شيء تحت هيدي العملية، يعني من توظيفات، من إدارة، من حوكمة، من البدكة، ما حدا بقى بيحترم شيء. البوليس السارية اللي ما عم تحترمه أنت اليوم، من وراء اليوم الفلتين الأمن اللي ماشي بالبلد، بيروح واحد بيتقوص بنصدين النهار، بنصدين أوتوستراد الدورة، ما بيتوقف المجرم لأنه بيروح بيتخبى بما بعرف أي مربع أمني. طب أنت كيف بدك تحترم اليوم قوى الأمن؟ كيف بدك تحترم الدولة؟ كيف بدك تحترم القضاء؟ كيف بدك تحترم رئيس الجمهورية؟ إذا من هيدي الشغلة البسيطة، هيدي من شو ناتج؟ مش ناتج من فلتين السلاح، من سلاح غير الشرعي، وإنه هيدا ما حدا بيقرب عليه. أستاذ نديم، بس هيدا اليوم، هيدي الأمور لحظة شوي، هيدي مش بنت ساعتها. لا، بس هيدي صار لها 30-40 سنة. لا، مش 30-40 سنة. قديش صار؟ صار لفترة طويلة. إيه؟ طيب. بس صار لليوم عم بتكتر. ليش بدنا نحمل؟ لا، ما هذا العهد مسؤولية كل الأمور يلي لأنه جزء، لأنه اليوم هيدا العهد تنازل كليا عن قرار السيادة. كليا. هيدا العهد تنازل كليا عن قرار السيادة. البارح ما بقى حدا، البارح رئيس الحكومة بيقول لك حزب الله لا يسيطر على الحكومة. سألته مراسل فوكس يمكن أو CNN وكذب. سمعته. طيب، وبقول لك انه هيدي مش مشكلة لبنانية، هيدي مشكلة إقليمية. لا، هيدي مشكلة لبنانية. كيف هيدي مشكلة لبنانية؟ انت فيك تجي واليوم انا اليوم انا يا اخي ما بدي احد سلاح حزب الله، بس ما بدي اعطيه توقيعي، ما بدي اعطيه اليوم براءة ذمة. اليوم اللي عم هيدي السلطة اليوم السياسية اللي عم تعطيه لحزب الله، كلام سيد حسن نصر الله كان بحاجة إلى براءة ذمة من رئيس الجمهور، رئيس الحكومة. بضل بحاجة لهم. أكيد بضل بحاجة لهم. شو كيف؟ استشارهم؟ ما مش ضروري يستشيرهم، ما هي المشكلة. وقتها بيجيبوا ليه بده يستشيروا؟ شو؟ هو ساهم. شو ساهم؟ ساهم. مين عطل البلد سنتين تيجي رئيس جمهورية حليف المقاومة أو حليف جبهة الممانعة؟ مين؟ أنا؟ عطل البلد. بكرة بيعطل البلد، وإذا بتكون شكله حكومي شكله حكومي، وما بتكون شكله حكومي. هذا كلام بتكون شكله، هذا كلام خطير إنه رئيس الجمهورية اليوم هو حليف اليوم جبهة الممانعة، واليوم في ضغوطات كتير على لبنان وعقوبات. ما نضحك حالنا، ما نضحك حالنا، ما بقى نكذب على الشعب. عن جد ما بقى نكذب على الشعب. بكل استحقاق انتخابي رئاسي البدك كان يطلع السيد حسن يقلنا او بتعملوا مثل ما انا بدي او روحوا شوفوا اللي بدكم اياه ورجعوا لي لما بتقرروا تعملوا مثل ما بدي. رئاسة الجمهورية عطل رئاسة الجمهورية سنتين، او بتجيبوا الرئيس الجمهورية اللي انا بدي اياه، بس هيدا رئيس الجمهورية هو الأقوى حكومة مسيحياً. أو بتشكلوا حكومة مثل ما أنا أو بتشكلوا حكومة مثل ما أنا بدي، أو ما في حكومة، أو بتجيبوا قانون انتخابات مثل ما أنا بدي، أو ما في قانون انتخابات. كلهم راحوا على القانون الانتخابات. كلهم راحوا ركض. أولهم المسيحيين هللوا لهذا. أول شيء أنا برأيي هيدي أكبر غلطة عملوها المسيحيين. على كل يعني ما احنا قانون 92؟ لا، مش قانون 92، مش عم بحكي اليوم. ما كان الخيار بين قانون 92 او قانون القانون السابق 96، ما كانوا يسموه القانون قانون الستين او قانون النسبه. نحن كنا قايلين من الاساس قانون النسبه خطر، واليوم للاسف ما بعرف اذا بعد اليوم سمير جعجع جزء منهم، يعني اكيد التيار الوطني الحر راضي لانه اليوم حليفه، وهي يعني كفريق 8 اذار هن الاكثر اليوم بمجلس النيابه. بس ما بعرف اذا اليوم سمير جعجع راضي فعليا. اكيد النسبيه هي الاخطر، اكيد النسبيه. اي قانون نسبه اليوم بلبنان، اي قانون نسبه اليوم بلبنان عم خاصه بوجود سلاح غير شرعي هو بيسيطر على كل منطقه، على كل طائفته. يقال قانون النسبة هو الأرقى عالميا، يعني لتمثيل كافة القوى. فيك تسوق له مثل ما بدك. هذا الكلام عم بحكي اليوم، مش عم بحكي لأنه خسرنا أو ربحنا أو ما شو. هذا الكلام كنت عم بحكي من 4 سنين لورا قبل ما يصوتوا على القانون. أي قانون نسبة بوجود سلاح غير شرعي، هذا كان شعار تيار المستقبل، وأول واحد ركض على على القانون. ما سمعت شو هيدا الشعار؟ كان شعار تيار المستقبل. هيدا بنرجع على عملية، أو بتصوتوا على القانون اللي بدنا إياه، أو ما في انتخابات.
وشوف بعدين انت شو بتفضل، تعمل قانون انتخابات تجيب اكثريه لحزب الله او يوم كتله الرئيس نبيه بري عم تسعى لي قانون انتخابات جديد جديد بس تيعدلوا شغله تيشغلوا او نسبه على صعيد كل لبنان، وهيدي من اخطر الخطوره اللي ممكن تصير، او يزيدوا عليها يبلشوا بهيدا الطرح تيرجعوا يزيدوا عليها صوتين تفضيليه، وهيدا الصوتين التفضيليه من هلا باكد لك انه بتكون كارثه على المسيحيين. الصوتين التفضيليه بتكون كارثه اكثر من ما هو كارثه الحالي، اكثر من الصوت الواحد. ايه اكيد، لانه صار اليوم تاثير شامل على كل على حتى على المسيح على المرشحين المسيحيين تبعك. نحن بعد 3 سنين، لكن على اي قانون رح نروح؟ حديد هلا بعدك على هيدا القانون، هلا بعدين شو بصير الله بيفرجها. بس اليوم اذا بدهم يكملوا الشبيبه التنازل تبعهم بهيدي الطريقه، وانه ما حدا يحط له حد لحزب الله وما حدا يجي يقول له يا اخي لا انتوا ضد النسبيه لان انتوا خسرتوا بالانتخابات. قلت لك بلشت لك من الاول، مثل قصه ربح وخساره، وصراحه منه ابدا قصه ربح بس وخسارة. فادك بالاشرفيه النسبيه؟ ما ابدا، اصلا كنت طلعت ان كان بال60 او بهيدا كنت طلعت، وان كان بالدائره الفرديه كنت طلعت، وان كان بالدوائر الصغرى كنت طلعت، ما تعت الهمه. مش عم بحكي عن حالي، انا عم بحكي اليوم هلا هيدا دباء اخر ممكن نحكي عنه. شو هو مجلس النيابه اللي بدنا اياه؟ بدنا مجلس نيابه طائفه، بدنا مجلس نيابه حزبي، او بدنا مجلس نيابه يمثل المناطق؟ هيدا الدباء كله. اليوم اخذونا على مجلس نيابه بيمثل الاحزاب، ما ماني اكيد رح نروح بهيدي النقطه. ما زال رحنا على المناصفه في مجلس النواب، وفي رساله من رئيس الجمهوريه، وفي في مناقشه لل95 بالماده الثانيه مش بالماده الاولى، علما انه الماده الاولى كمان عم تحكي عن مبدأ المناصفة في مجلس النواب، إلغاء الطائفية أو تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية بلس تشكيل المجلس الدستوري، وأن اللامركزية في مكان آخر. اللامركزية رح نروح برأيك نحن إلى هذا الإصلاح الكبير، وهل 95 اليوم خطيرة على المسيحيين؟ مازالك عم تحكي عن المسيحيين؟ مش موضوع ال 95 خطيرة أما لا. اليوم المسيحيين أنا برأيي بغض النظر عن كل هيدا النقاش، اليوم المسيحيين بحاجة لشغلتين، بحاجة يرجعوا يشوفوا حالهم بهيدا البلد بهيدا الدولة، ويرجعوا يشوفوا انه هيدا البلد بلدهم، وانه هيدي الدولة دولتهم، وممكن يطمحوا يكونوا يدخلوا اليها. وتاني شغلة في عندك مشكلة ديموغرافية، إذا ما عالجت هول المشكلتين إن شاء الله تعمل مناصفة قد ما بدك، إذا ما في مسيحيين يعبوا هول المناصب في عندك مشكلة. مشكلة الديموغرافية عنا مشكلة كبيرة وما عم نفكر فيها وما عم نعالجها، ومش عم بحكي بس عن الـ عن الـ عن الخلافة وعن الـ عن الولادات، عم بحكي أيضا عن أي مسيحي اليوم بشوف إنه أول ما ياخذ شهادته بفكر يحمل حاله ويفل، لأنه هيدا البلد بطل يشبهه، وهيدا البلد بطل بلده، وهيدا البلد ما عنده مستقبل فيه. هلا من هلا بنجاوب على هول الأسئلة. والنقطة الثانية هو ليش عم نخلق هيدي النفسية؟ يا أخي منا نفسية هيدي وهيدي واقع. أنت اليوم عندك أولاد؟ قد ايه عمرهم أولادك؟ 9 و6، وأنا عايش بلبنان ما أحلى. بعد بكره لما يصيروا أولادك عمرهم 18 سنة وبده يروح على الجامعة، ما بتحمل إذا قال لك بده يروح سافر شو بتقول له؟ بده له لا خليك؟ من هلا ل 15 سنة بتكون اصطلح البلد إن شاء الله. هلا هلا لثلاث سنين بكون اصطلح البلد. من هلا لثلاث سنين بكون اصطلح البلد، ما تعتهم. لا اليوم متفائل. لا صراحة أنا بأكتر وقت اليوم متشائم، لأنه للأسف اللي عم شوفه والتدهور اللي عم شوفه رهيب. بس أنت نايم ما بتقدر تتشائم، أنا بدك تشتغل. أنا أكيد بدي أشتغل. أنا أكيد بدي أشتغل، بس أنت اليوم لما عندك كل القوى السياسية بلبنان قاعدة داعمة سلاح غير شرعي عم بيتحكم بالصيف والشتاء عندك بالبلد، وبيتحكم لك بقراراتك المصيرية، بيتحكم لك بنفصل بين السلاح والملفات السياسية، لأنه كله مرتبط ببعضه، كله مرتبط ببعضه. ما عم تجي بتحكيني عن موضوع الحدود وال شو اسمه المعابر غير الشرعية. طيب تعال تفضل تعال نشوف. بيطلع امبارح معالي الوزير، او عفوا سيد هلا لغيوا الالقاب كمان، سيد الوزير الدفاع بيطلع بيقول لك ما بعرف اذا في 8 10 12 12 معبر انه عم نشوف، ولكن المشكله او حلتهم بالسياسه. شو معناتها حلتهم بالسياسه؟ حلتهم بالسياسه شو يعني حلتهم بالسياسه؟ تعال نشوف. في عنا 3 حدود نحن اليوم بلبنان، في عنا الحدود البحريه، في عنا حدود مع اسرائيل، وفي عنا الحدود مع سوريا.
الحدود البحرية اليوم مضبوطة ومنعرف تماما في الألمان هن لقطين كل الحدود البحرية. رح أعتبر أنه ما في تهريب من البحر. أكيد عم بحكي عن المعابر غير الشرعية مش عم بحكي عن مرفق بيروت يلي هو وضعه مختلف كليا وهيدا بنحكي عنه. حدا حكيها معالي الوزير الدفاع كمان قال أنه في تهريب على المعابر الشرعية أكثر من هو عم بيحكي عن المعابر غير الشرعية. حكي عن الشرعية هل عم نحكي عن المعابر يلي موجودة بين لبنان وإسرائيل أو فلسطين المحتلة؟ اليوم في تهريب اليوم بين إسرائيل ولبنان. تعال نشوف إذا في أكيد بالتواطؤ مع حزب الله. إذا هيك إذا عم بيحكي عن الحدود الجنوبية أكيد في تواطؤ مع حزب الله لأنه اليوم بنعرف إنه لا الجيش ولا الأمم المتحدة هن مسيطرين على هيدي الحدود. ومبارح العملية طبعا مبارح بتبرهن هيدا الشيء. يعني اليوم إذا عم بيحكي عن الحدود الجنوبية معناتها في تواطؤ بين إسرائيل وحزب الله. إذا عم نحكي عن الحدود البقاعية والشمالية منعرف تماما وبكلام سيد حسن نصر الله كذا مرة قايلها إنه نحن صرنا اليوم مسيطرين من الجانب السوري. نحن والمخابرات السورية والجيش النظام السوري مسيطرين على كل الحدود اللبنانية السورية. وبالداخل اللبناني نحن بتعاون مع الجيش اللبناني ومع المخابرات اللبنانية مسيطرين على كل الحدود الشمالية بين لبنان وسوريا. ما معناتها في واحد من هالأربع أفريقيا هو اللي مسيطر على الحدود وهو اللي عم يعمل هيدا التهريب. رح افترض وانا اكيد انه الجيش اللبناني ما له دخل بهيدي العمليه. يعني في ثلاث فرقاء هن حزب الله من ميله سوريا وحزب الله من ميله لبنان والنظام السوري عم بتم التهريب عبر احد هول العناصر. في حدا بيقدر يقول لي اذا فيها تمرق برخشه او دبانه او ما بعرف شو بدك او كاميون بدون ما يكونوا احد هول ثلاث عناصر معهم خبر انه عم يمرق عم بيتم تهريب؟ مين بيكون عم بيهرب؟ هيدا الكلام قلته وبوضوح اكثر بعد بجلسه مجلس بلجنه الاداره والعدل بالمجلس النيابي. احد الزملاء قاعد حد بينكزني بيقول لي دخيلك ما تحكي بالسياسه خلينا من يعني اذا بتكبرها بالسياسه بتتعرقل خلينا نضل عم نحكي من اي مش مهم. طيب من اي تكتل اليوم المشكله بالسياسه وعم بقول لك اياها وزير الدفاع. المشكله بالسياسه المشكلة انه اليوم حزب الله حاطط ايده على حدود من الميلتين وهو بمرق ساعة اللي بده وهو بيفتح ساعة اللي بده وهو بسكر ساعة اللي بده. مستعدين نحل هيدي المشكل؟ لا لانه بالسياسة وقصة السلاح اكبر منا وما بدنا نتدخل بهيدا. اوكي خي وين روح على محل تاني شو بدك؟ طيب وزير الدفاع عم بيقول كمان انه نحن عم نسكر. يعني الجيش عم يعمل شغله عم نسكر. كان رقم كتير كبير وحكى هيدا الرقم 136 كان عم بيقول معبر وزير الدفاع قال بوقتها انه مزبوط انه في 106 و159 149 معبر ما بعرف قد ايه ولكن هول المعابر يعني بنعتبر الفشخه ونعتبر انه في ضياع فايتين ببعضهم انه في مسلك صحيح. كل هول اوكي شيل قبع شحل بيبقى لك الثمانيه الاساسيه او ما بعرف اذا 8 او 12 او 10 هو ما كان عم بيعرف يقول لنا امبارح عنده 10 او 8 او 12 معبر. هولي هن المعابر الاساسيه اللي بتفوت البضاعه على لبنان بدون جمارك وبدون هيدا واللي عم بيسرق يسرق واللي عم بيستفيد عم بيستفيد. هيدي هي. بس اليوم تنيجي نوقف هيدا العمل بدك توقف كل العمليه الشوازي اللي ماشيه بالبلد. عمليه طيب. الشوازي عمليه الشوازي بعد عندي 3 دقائق استاذ بعدم نديم. تغطيه حزب الله بكل اعماله. طيب بهيدا المطرح كمان عم بيقول في تهريب على المرافق والمعابر الشرعيه. مين هيدي اخطر؟ مين حاطط ايده اليوم على بور بيروت؟ مين حاطط ايده على بور بيروت؟ يعني بس هي يا خي مين حاطط ايده على بور بيروت؟ في بور بيروت في المعابر يا خي بور طرابلس في المطار بور طرابلس يا خي مين حاطط ايده على المطار؟ مين حاطط ايده على المطار؟ تعال نحكي الكاميرايات لما اجوا بدهم ينشالوا مين قام لقيامه؟ اليوم اذا في شركات دوليه منها مستعده تيجي تفوت على بور على مطار بيروت لانه هلا عم يعملوا المناقصه مطار بيروت وفي كثير شركات ادلوا عدم رغبتهم بالمداخله بالمشاركه لانه مسيطر عليها حزب الله قبل ما ياخذوا ضمانات من الدوله اللبنانيه انه حزب الله منه مسيطر على مطار بيروت هن منهم مستعدين يفوتوا. فيها تعطي الدوله اللبنانيه اي ضمانات في هذا الخصوص؟ يعني بمعنى اخر عم بتثبت كلامي. وإذا الدولة اللبنانية ما قادرة تعطي ضمانات لأنه الدولة اللبنانية مش بس ما قادرة تعطي ضمانات فتحت له
ومنا مستعدة تقول له يا خي لهون وبس، أو يا خي لما قلت نحفظ ماء الوجه، تعا يا خي تعا نشوف كيف بدنا نعالج الموضوع. بس الدولة اللبنانية منا مستعدة، وبرهان على ذلك عم جاي عم بتثبت. مين الدولة اللبنانية اليوم؟ شو مين الدولة؟ مين من رئيس الجمهورية لآخر بواب، من رئيس الجمهورية لآخر بواب بالدولة اللبنانية، هاي هي الدولة اللبنانية. بس اليوم ما في قرار، وتركين له العملية سايبة، ولا حتى مستعدين نقول له يا خيي انه اللي عملته مش مزبوط. مش بس بدنا نقول له، بدنا ما بدنا نقول له، وبدنا نعطيه صك براءة، حق الدفاع للبنان معطى لحزب الله. واللي قام فيه حزب الله هو أمر جيد، وهو الدفاع عن سيادة لبنان. ما منك مضطر يا خيي تقول له هيدا الكلام، ليش بدك تقول له إيه؟ ليش بدك تقول له إيه؟ تاخد صك براءة، لا تاخد مقبيلهم كم موظف بما بعرف كم مكان، او تاخد كم تعيين. عن مين عم تحكي يا اخي؟ عن مين مكان؟ مين يعني يا اخي؟ عن مين عم بتوجه الاتهام؟ مين ما عم ببيع يلي... مين ما عم ببيع بالعلن؟ مين هو هيدا المجهول اللي عم تحكي عنه؟ مين ما عم ببيع بالعلن مواقف؟ طب المفرق ياخد موظفين بالدوله، بالمفرق ياخد كونترايات تظبيطات بوين مكان. مين ما بدك، مين ما بدك من وزراء ونواب ورؤساء جمهوريه ورؤساء حكومه، مين ما بدك سمي. ما في واحد اليوم مشترك حدا، ايه، لانه ولا واحد منهم اليوم ماشي بهيدي العمليه مثل الخلق. لو واحد منهم بس بيوقف، لو واحد منهم بس بيوقف، كان الظرف يلي نحن فيه اليوم يمكن كان بيساوي الظرف يلي كنا فيه من 3 سنين او من 4 سنين. ولكن انت بتعرف وكل المشاهدين بيعرفوا من 3 سنين وين كنا، واليوم وين كنا، وين صرنا. طيب انا خلص وقتي، بدي انا بدي اخلص بس سؤال وحيد فضل. اخير، من 3 سنين كان وضعنا احسن من اليوم او لا؟ بس بعد عندي خلص وقتي، بدي شغله، بدي شغله وحده منك. في شيء فكره فيها امل يعني ايجابيه؟ كل الحلقه كانت سلبيه، في شيء ايجابي واحد يحكي عنه؟ ايه، شو النهار يلي منقرر كلنا سوا نرجع نوقف الوقفه يلي وقفناها بال2005 رغم كل التحديات ورغم كل الصعوبات ورغم كل الاختيالات، ولما منرجع منقرر نوقف انه نبني بلد، ايه ساعتها بتتحول العمليه الى عمليه ايجابيه. انا بدي بال75 الوضع ما كان احسن من هيك، بال75 الوضع ما كان احسن من هيك. وللاسف للاسف لما حملنا بوريد بوج الفلسطيني بال75 وضعنا ما كان احسن من هيك، وحملنا باروده لانه رفضنا انه الفلسطيني يحتللنا ارضنا، ورفضنا انه سوريا يحتللنا ارضنا. واليوم برجع بقول لك استاذ فادي، نحن رافضين الاحتلال الايراني على الدوله اللبنانيه وعلى لبنان اليوم. والاحتلال الايراني اخطر بكثير من الاحتلال الفلسطيني. شو يعني عم تقول؟ ما عم بقول شيء، خلصت الحلقه. لا عم تحكي في احتلال، كيف بدك تجيب في احتلال؟ من اول حديث عم بقول لك بتجيبه مثل ما جابت الفلسطيني بال75. ما يجبرونا بهيدي العملية. أنا خليني خلص الحلقة. لكن نديم الجميل، أهلا وسهلا فيك. Thank you. مشاهدينا، انتهى وقت البرنامج، تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.